انت ما مسحتش التطبيق من على موبايلك؟ لا، ليه بقى؟ سبته عشان يعني هي حاليا بتحمل اهي. فين الطيارة؟ دي اللعبة؟ دي اللعبة، دي الطيارة اللي مخسرة مصر كلها؟ دي الطيارة. راح فين الطيارة دي بقى؟ ولا حد يعرف، كل الناس الأحمر دي خسرت. الأحمر دي كلها؟ كلها خسرت، كل الناس اللي الساعة دي كده اللي العد التنازلي دي كده الطيارة هتظهر. دي بعد ما العد التنازلي ده يخلص الطيارة بتطلع. أهي كده هي طالعة. كل المبالغ اللي تحت دي حطت فلوس. حطت فلوس. كده هي طالعة. ماشي، ممكن تك على الشاشة بعد إذنك؟ كل الأحمر ده خسر. بتلعب. كل دي ناس بتلعب. الطيارة كده اتضربت، بدأ عد جولة جديدة. كل دي ناس، كل دي ناس، كل الناس ده دخل. فاللي بيحط 1000 جنيه في ثواني بيخسره. بيخسروا. في اللي بيخسر بقى، وفي يعني ايه اقل رقم كام؟ اقل رقم عشان تلعب، تشوف الطياره دي وتلعب. تشوف الطياره دي بتلعب، يعني انت عشان تبقى من ضمن دول اقل رقم يدخلك كام؟ 15 جنيه. اقل رقم، يعني العدد ده اقل اللي رقم عملت تريك كل طياره تطير ب 15 جنيه اقل رقم. اقل رقم، اقل رقم. ما حدش بيدخل بالرقم ده تقريبا. هما بقى احنا بنتكلم في اقل حاجه، اقل رقم. يعني امتى فلوسك تبقى تخلص وتقول دي اخر 15 جنيه؟ هما ال 15 جنيه اخر 15 جنيه تدخل بقى الجوله. طيب انت بتحط 200 جنيه مثلا. بتحط بقى اي رقم. انا امتى ابقى كسبت؟ لو انا بتك على التقاط المكسب ده، بتك في اي لحظه. انت بتختار اللحظه كمان اللي بتتك فيها. بتتك فيها. فهو بقى طول ما هو سايبك الاخضر ده كده ناس كسبت. ناس كسبت كده في الاخضر ده. طول ما يعني هي ممكن تطلع جوله وسط 50 جوله مثلا. شوف الاخضر. كل الناس دي كسبت. دي كسبت. امال الابيض دي ايه؟ طب الاحمر خسر، الابيض ايه لسه داخل؟ لا، الابيض ده لسه ما كده كسب. كده كسب هو كده. الجوله دي بتكون وهميه بقى، بتكون الحسابات اللي فيها وهميه. ايه اللي عارفه؟ اللي كسبت دي. ما هو انا بقى لما بشوف الجولات وقعدت اللي انا اشوفها اكتر، كل الحسابات دي وهميه. انت اللي عارف ايه حسابات وهميه؟ الارقام اللي بيكون فيها ديت، الارقام اللي هي بتاعت اللعبه نفسها. اما كل الاحمر ده خسر. يعني في ناس كتير بتكون داخله بالمبالغ دي ما بتدخلهاش في كل الجولات الا جوله معينه، يعني عشان يفهم اللي فيها مكسب، اللي اللعبه فيها مكسب ما فيهاش خساره. كلهم احمر ازاي؟ خسر كده. ما هو بيعمل جولة يخلي كله يطلع فيها. الكل الجولة دي بتيجي كل قد ايه؟ ممكن 50، ممكن 20، ممكن 30، بس هي ما بتقلش عن 7 8 جولات عبل ما تيجي. عدد اللي بيلعبوا دلوقتي 9894؟ وعلى مدار ال 24 ساعة شغال، ما بتقفش. مفيش ولا يوم بتقف فيه. ممكن ساعات بتعمل لحظات بتوقف المحفظة. ليه؟ ممكن بتكون في ناس محولة فلوس فيها فبتوقفها. محدش يعرف المعلومه دي. يعني انا حولت الفلوس، ممكن هي توقف المحفظه هنا عندها. توقفها ليه؟ توقفها يقول لك فيها عطل، عطل فني. طيب وانا هاخد فلوسي ازاي او ادخل العب ازاي؟ ممكن توصل بقى وما توصلش. يعني ممكن واحد كسب مبلغ مثلا، كسب 30,000 مثلا، عايز يسحب المبلغ ده، تقول له في عطل، عطل فني. يحاول مره اتنين تلاته المبلغ يروح عليه. هو فرح بالمكسب بس ما خدوش اصلا. المكسب راح عليه. قليل بقى لما بتحصل الحركه دي. قليل لما بتحصل، بس بتحصل. بس هي بتحصل. يعني حد تاني كسب 50,000 عايزهم. ممكن توقف المحفظه تقول له في عطل فني. طب مين اللي يقول؟ بتوصل الرساله لما بيدخل يحول، بتدي الرساله دي. انت معاك رساله من اللعبه دي؟ لا، انا حاليا مش معايا رساله منها. اي شركه بتبعتها لك؟ لا، الرسائل كلها بتتمسح. ليه؟ هي بتمسح حتى الفلوس اللي بتنبعت على نهاية اليوم أو نهاية يومين، بتمسح كل الرسائل بتاعة التحويلات عشان محدش يقول اللي أنا بعت للعبة، أو محدش المبالغ اللي هو بعتها تتعرف. إيه ده؟ يعني الرسالة اللي على موبايلك كمان تحكموا فيها؟ السكرين شوت بتاعي معايا. لا، أنا بتكلم على الأوتوماتيكلي اللي بيحصل في أي موقف أنت حولت فيه فلوس، تم تحويل 500 جنيه، دي رسالة بتبقى موجودة على كل الناس اللي بتستخدم خاصية التحويل. موجودة عندي، أما عندهم تتمسح. على البرنامج المفروض اللي فيه رسالة بتدي اللي هي وصلت الفلوس. هي وصلت، بعدها بوقت بيمسحوها. ليه؟
كده عشان ما حدش عندك وعندهم؟ لا عندهم هم. اما هي لسه عندك؟ اه عشان مثلا ما حدش يطلع يقول انا بعت المبالغ دي كلها. اللي يبعت المبالغ دي كلها ما يقولش ان انا بعتها. الوكلاء دول ايه؟ بني ادمين آه. موجودين ماسكين موبايلات؟ مصريين كمان، مصريين كمان.